الانعكاس بالنسبة لدول الخليج كلها، مش بس بالنسبة للكويت ودول العالم أو دول الدول النفطية عموما، راح يكون صعب يعني، خاصة بالنسبة لنا احنا ككويت مع نزول النفط، وفي هدر يعني بالنسبة للحكومة في هدر، وإن شاء الله مع الوثيقة اللي كتبتها الحكومة يعني الواحد يتفائل إن شاء الله، بس هذه البداية، الوثيقة البداية ما هي النهاية يعني. والله الخصخصة شيء ضروري بالكويت يعني، أنا أولا يعني تساعد الحكومة بالضغط على المصاريف اللي موجودة حاليا، والخصخصة شيء ضروري. سئلت إن إذا كان هذا وقت خصخصة، الخصخصة بكل وقت ما فيه لها وقت محدد يعني بالنسبة لها، وآمل أن تنجح الخصخصة بالكويت. والله أنا بالنسبة لي أعتقد أن تأخذ يا سندات أو من البنوك أفضل من، لأن امتدت الإيد على الاحتياطي متى توقفها؟